تحية طيبة للجميع، نمر إلى 823 صفحة 204. لدينا مستقيمين دي والدلتا، في كل حالة هذان المستقيمان متعامدان. إذا ماشي يكونوا مستقيمين متعامدين خص يكون الجداء ديال المعاملي ديالهم يساوي ناقص واحد. نبدأ بالمستقيم الأول أو الحالة الأولى. لدينا إذا نحاول نكتب ام ديال دي في ام ديال دلتا. ام ديال دي هو 3 في ام ديال دلتا هو ناقص واحد على 3، تساوي هنا ناقص واحد. إذا دي عمودي على دلتا. في كل حالة غنديرو بحال هكا، لدينا ام ديال دي يساوي 5. إذا نحسبه مباشرة، واخا ام ديال دي يساوي 5 و ام ديال دلتا يساوي 1/5. إذا ام ديال دلتا ام ديال دلتا في ام ديال دي يساوي ام ديال دلتا هي 1/5 في ام ديال دي هي 5 تساوي 1. إذا دلتا و دي هنا ماشي يساوي ناقص واحد، إذا دي و دلتا غير متعامدان. نمشيو لهاد الحالة هادي، ولكن هنا المستقيم دلتا المعادلة ديالو ماشي مكتوبة واضحة، إذا خصنا نديرو نبسطوها نكتبها مختصرة. إيكغيك تساوي إذا هنا دلتا إيكغيك، نخليو جوج إيكغيك هنا ونرجعو كلشي ليه، إكس نرجعو هنا يولي ناقص إكس، هنا ناقص 3 عفوا. ناقص 3 باش نحيدو هاد جوج، غادي نحاولو نضربو كلشي في جوج، في 1/2 تساوي 1/2 ناقص إكس ناقص 3. إذا دلتا يصبح ذو المعادلة إيكغيك يساوي ناقص 1/2 إكس ناقص 1/3. وعندنا هنا لدينا إذا هنايا إم ديال دي في إم ديال دلتا، إم ديال دي هو جوج ام ديال دلتا هو ناقص 1/2 يساوي ناقص واحد. إذن هنا جداء معاملهما يساوي ناقص واحد، وبالتالي دلتا عمودي على دي في هذه الحالة. الحالة الموالية هنا كذلك فالمعادلة غير مختصرة، نحاول نكتبها مختصرة. إذا إيكغيك تساوي 2 إكس نرجعها ليه تولي ناقص 2 إكس، وهنا ناقص 7 تولي زائد 7. بالنسبة للدي راه عندنا دي تساوي 2 اكس زائد 5. اذا هنا غنديرو ام ديال دي في ام ديال دلتا، ام ديال دي هي 2 في ام ديال دلتا هي ناقص 2 تساوي ناقص 4. اذا هنا ما كيساويش ناقص 1، اذا دلتا و دي غير متعامدان. عندنا الحالة الأخيرة هنا كذلك كتابة غير مختصرة للمستقيم دي. إذا غنديرو هنا 6 إكغيك نخليوها هنا ونرجعوها، نرجعو 4 إكس نرجعوها لهي تولي زائد 4 إكس، كانت ناقص هنا ناقص 3. باش نحيدو هاد 6 غادي نديرها مختصرة، نحيدو هاد 6 غادي نقسمو كلشي على 6، تبقى 6/4 عفوا 4/6، 4/6 إكس ناقص 3/6 دلتا إيكغيك يساوي إذا 4/6 هي 2/3 إكس ناقص 1/3. بالنسبة لمستقيم دي بنفس الطريقة غنديرو خليو 3 إيكغيك هنا والحدود نرجعهم ليه، تعطينا هنا ناقص 2 إكس ناقص 1. إذا دي يساوي باش نخليو هاد غير إيكغيك هنا نقسمو كلشي على 3، تبقى لنا إيكغيك تساوي ناقص 2/3 إكس ناقص 1/3. إذا هنا غنديرو إم ديال دلتا أو إم ديال دي في إم ديال دلتا يساوي إم ديال دي هو هذا ناقص 2/3 في إم ديال دلتا هو 2/3. إذا هنا غادي يعطينا ناقص 4/6. إذا هنا يخالف ناقص واحد، إذا دلتا و دي
غير متاع ميدان. شكرا على المتابعة.